بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلقت الشوط الأول للخيل العربية لصل إنتاج محلي المبتدئ الدرجة السادسة لمسافة 1300 متر بمشاركة 14 من الجيادة. التقدم نحو المقدمة، نشاهد وإياكم ضحى ومحاولة التقدم هنا مع السادون نار ريسك والخيال ألبرتو السنة في المركز الثاني، أيضا محاولات من الجهة الخارجية بالشعار الأصفر، هنا نشاهد التقدم هنا مع هاوي الشحانية مع المهندس حسن عبد الملك من تدريب ديمور ماونتي والخيال ميركو السنة المركز الثاني، ومحاولات أيضا من ضحى المركز الثالث، محاولات من ديدان، وأيضا متابعة من على ما يبدو لي من علم الزعيم، أيضا محاولات عند الجياد عند توجه نحو المنعطف قبل الأخير والأخير الآن مع تواجد الصدارة المهندس حسن عبد الملك، هاوي الشحانية في المركز الأول والسيد سعيد بن مبارك الجفال النعيمي في المركز الثاني مع رقم اثنين ديدان، والخيال إيفان روسي المركز الثالث، ضحى لأسادة وذنان ريسك، محاولات أيضا من فتحي من الجهة الخارجية لأسادة وذنان ريسك، الجهة تدفع عند المنعطف الأخير خط المستقيم، يبدأ لعاز والتقدم للجهة نحو المقدمة، نشاهد وإياكم كذلك نفيس الشحانية ضمن المقدمة والمركز الأول لأسادة ثري كوارتر ريسك مع المدرب محمد الغزالي والخيال حمد المسعيدي في المركز الأول رقم أربعة، محاولات أيضا قوية من أسادة وذنان ريسك في المركز الثاني والثالث، ولكن حتى الآن نفيس الشحانية في المركز الأول وصدارة الشوط الافتتاحي مشاهدينا متابعينا الكرام، بينما المركز الثاني والثالث لأسادة وذنان ريسينج.